غريب هالزلمة. اي والله غريب. شكله شي بعضه واصل. أول فيلم طويل لإلي يعني أكيد يعني أنا ما بعمل استراتيجية يعني إنه أفكر لبعيد بتعمل فيلم في هلا هوس عن كل إنسان أوبسيسيون عكو حال أفلامي بيشبهوني يعني إنه أنا كمان بان وبان بس مش رح نعمل هلا بسيكاناليز حالي يعني أنا شخصياً بلاقي إنه الإنسان إذا بدي شوفه على مزبوط بشوفه ما بشوفه يعني قصدي انه كل شيء بالحياه موجود ولا موجود يمكن هذا علاقتي انا مع الاشياء يعني واكيد مدينه مثل بيروت هذه بتخلق او مش بتخلق بتفرض الشغله اكثر واكثر يعني مع كل شيء اللي عايشتها هي واللي عم تخلينا نعيشها نحن كمان مع يعني مش بس عم جيب شخص عم برجعه على بيروت عم برجعه من الموتى ما هو ده انسان عامل حاله ميت دونك رجع من الموتى ببيروت هلأ علاقتي مع الفيلم صعب واحد يحكي لأنه أنا صراحة علاقتي مع شغلي دائما هيك عصبية شوي ما أنا مرتاحة بس هذا شيء تاني بتحس هالنوع من العلاقة أنه الأشخاص يمكن جيلك أو الجيل اللي فاجيته بالفيلم بعده يمكن بحس أنه حياته أون سسبان كانت أحسن قبل العلاقة مع بيروت يعني أنا أكيد مش عم بعمل فيلم عن جيل ما عم مثل شيء يعني إنه أخذت أفراد وبمثلوا حالهم أنجأ يعني هلأ كمان في شيء واضح بالفيلم إنه ناس جيين من التجربة اليسارية وفي نوع من التعب يعني أنا حطيت فيلم بآخر الثمانينات يعني 80 وفي تعب وفي شيء ما بعرف كيف بيقولوه بالعربي ديزانشانتمون بعدك تتذكر شيء في نوع من هيك الجسم حتى جسم بكل معنى الكلمه يعني جسم حتى المدينه كسر تعب